اهلا اهلا، بوصفه شتويه جدا جدا لذيذه. راح نسوي تشيز فتيت المعيه بطريقه جدا لذيذه. قبل ما ابدا الوصفه بقول لكم ان فتيت المعيه خرافي، جامع ما بين الكليجه على المعمول على الفتيت. طعمه طعمه ما ادري وشو، شي يا بنات، فما بالكم اذا حطيناه بوصفه تشيز. خرافه، اتوقع الاسر المنتجه بيكسبون من وراها، حلال عليكم. الخطوة الأولى عندي هنا صينية السخان، راح ندهنها بالكامل بالطحينة، وحاولوا تنتقون طحينة تكون نوعيتها جيدة وطعمها جدا لذيذ، يعني أنتم تحبونها وراضين عنها. الطبقة الثانية تبي تكون فتيت المعية، راح يكون هو الطبقة اللي تحت، راح أرصها بهالشكل وأرجع لكم. رصيت فتيت المعية مثل ما انتم شايفين بقاع الصينية. الآن الطبقة الثانية اللي بعدها على طول بدهن الوجه بشوية زبدة، يمشي معها السمن الجيد، بس ما عندكم أو ما تبون اكتفوا بالزبدة. نبعد صينية السخان على جنب ونجي هنا للطبقة البيضاء. أسفل راح أحط الزبادي عشان تتحرك الأمور، وعندي هنا السكر، علبة زبادي ونسبة السكر وحليب البودر، كل العلوم أكتبها لكم مع الجبنة الكريمية واخلطها. مباشرة أصب الطبقة البيضة كلها على فتيت المعية. وعلى الفرن تقريبا تاخذ لها من 5 إلى 7 دقائق على النار العلوية فقط تتماسك. هنا نبي بس الطبقة تجمد، بس امسكوها كذا بيدكم، خلاص هي جامدة. الآن التوفي، بطلت أشتري توفي، بطلت أسوي توفي، كل اللي أنا أسويه حلاوة البقر هذا، أنا هو اللي أنا أذوبه، طعمه جدا جدا يا بنات لذيذ لذيذ لذيذ، وعلى فكرة ترى خالي من الجلوتين، ياخذ العقل النكهة، ومعجبني ما في حلا زايد، شوف القوام حقه ياخذ العقل. تركت التوفي بس يبرد شوي، وهالحين لكم الخيار بطريقة التزيين. أنا السطح راح أزينه مجموعة من المكسرات مع شرايح من حلاوة البقر مع شرايح من فتيت المعية، لأن اللي بودي لهم السخان أمون عليهم عادي إني أوريكم الطبقة السفلية. تبارك الرحمن، شوفوا بس اللذاذة، شي يا بنات، خطيرة 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 بنات. فتيت المعية وهو بارد يجنن، يوم سخنته خيالي خيالي خيالي.